اهلا بيكو في الفيديو الثالث من محاضره الكلاس روم مانجمنت، وفي نفس الوقت هو الفيديو الثالث اللي بنتكلم فيه عن الموتيفيشن. واحنا ابتدينا نتكلم في المحاضرات اللي فاتت عن الكلام او النصايح اللي بيقولها لنا ريتشارد داني عن هاو تو موتيفيت بيبل، ووقفنا عند النصيحه الخامسه لريتشارد داني اللي بيقول لنا فيها to motivate you need to recognize needs. فهنا هنبتدي بالنيدز، هو ايه الانسان بطبعه بيحتاج ايه. في الحقيقه كلام كتير اتقال في الموضوع ده، ابتداء من ابراهام مازلو، كان من الاوائل الناس اللي الحقيقه عملت شغل جميل جدا في الاحتياجات عشان اللي بيحتاجها الانسان عشان يبقى سعيد ويبقى احسن من غيره بشكل عام. لكن الحقيقة احنا هنوصل لموديل تاني احدث شوية من شغل مازلو وان كان مبني عليه، وهو ان احتياجات الانسان هي اربع احتياجات اساسية. الاربع الاحتياجات الاساسية دي بيحتاجها بشكل مستمر طول الوقت. الاحتياجات دي هي ايه؟ to live, to love and be loved, to learn and acquire new experience, to leave a legacy or feel important. to live الاحتياج الطبيعي، محتاج ان انت تاكل وتشرب وتلاقي مكان تنام فيه وتحس بشيء من الامان بشكل عام في حياتك، دي الاحتياج بتاع الحياة. انما احتياجك to love and be loved ده الاحتياج اللي موجود طبيعي جوانا، ان احنا نبقى مرتبطين بحد. اي انسان طبيعي في حياته في ناس بيهتم بيها وبيحب انه يحس ان في ناس مهتمة بيه. love and be loved. لو عايز تشوف الاحتياج ده على في الصورة الخام بتاعته، اتفرج على طفل. طفل وهو بيعمل دوشة او بيعمل اي حاجة وعايز ان الناس تبقى مهتمة بيه وبصله، يحب انه يتحضن ويتطبطب عليه ويتشال، انه يحس ان هو جزء من مجموعة. انا وانت بنحب ان احنا نبقى جزء من مجموعة، جزء من تيم، جزء من حزب سياسي، جزء من دولة، جزء من دين، جزء من فريق كورة. مجرد ده كل ده بيظهر ليه في حياتنا؟ بيظهر في حياتنا لان احنا عندنا الاحتياج بالانتماء، عندنا احتياج ان احنا نبقى مرتبطين بالاخرين. دايما بيبقى بنحب اهلنا، حتى لو في مشكله بيننا وبين اهلنا بيبقى ساعه الجد بتلاقي الناس اللي كنت متربي معاهم والقريبين منك بياخدوا الاولويه، حتى لو كنت بينك وبينهم شخصيا في مشاكل وما الى ذلك. الاحتياج الثالث هو learning and acquiring new experience. الاحتياج ده برضو بتشوفه في الطفل، ان انت احتياج الانسان محتاج دايما يتعلم حاجه جديده، محتاج يعدي بخبرات جديده. برضه بتشوفه في الطفل لما اول ما يبتدي يحبي ويتحرك بتلاقيه قاعد يدخل هنا ويدخل هنا ويدور على ده ويدور على ده ويشد حاجات ويوقع حاجات ويكسر حاجات. كل ده بالنسبه للطفل ما هو الا learning and acquiring new experience. بيبص على حاجات جديده، بيستكشف الدنيا، عنده فضول وعنده رغبه في انه يتعلم. اخيرا الرغبه الرابعه والاحتياج الرابع للانسان انه يحس انه مهم، يحس انه له اهميه حاليا اللي هي feeling important، ويحس انه له اهميه بعد ما يبقاش موجود، سواء بعد ما يموت او بعد ما يسيب المكان ويمشي، ان هو سايب بصمته زي ما بيقول. الاحتياج ده احتياج برضه طبيعي، ده اللي خلى خوفه يبني الهرم، ده اللي بيخليك تقول هي حاجه عشان تبقى لي عند ربنا، بعملها لوجه الله، صدقه جاريه، ليفنج ليجاسي. حتى لو الليجاسي دي مش هتبقى بتاخد منها صداقتك في الدنيا، فانت في حاجه برضو انت سايبها عند ربنا. بتيجي تشوف الطفل قد ايه برضو بيهتم بان هو لما بيعمل حاجه الناس تبص له، بص بص انا بعمل ايه، بص ما بتبصش عليا ليه، بص اللي انا بعمله اهو. بتلاقي الطفل ده سلوك طبيعي منه لانه احتياج طبيعي عنده. الاحتياجات الاربعه دي بقى بنستغلها مع بعضها في ان احنا نخلق الموتيفيتورز. ايه الحاجات اللي ممكن نعملها علشان نخلي الانسان او المتدرب بقى في الحاله بتاعتنا او الطالب في الجامعه او في المدرسه يبقى موتيفيتد؟ بنبص على النقط دي ونبتدي نستخدمها. فمثلا لما بنقول للطالب participate،
اشترك مع مجموعه في اكتيفيتي مثلا. البارتيسيبيشن ده بيخليه بيحس بانتماء لمجموعه، بيخليه يحس بان هو بيساهم في حاجه مع المجموعه، فهنا احنا بنخدم لاف اند بي لاف، زائد ان احنا بنخدم برضو اكوايرنج نيو اكسبيرينس وفيلينج امبورتنت، اهميتك في التيم ايه؟ انت مكانك هنا، انت لازم تملى ده، من غيرك مش هنعرف نخلص الشغل بتاعنا، ده كله بيملى احتياجاتنا الانسانيه الطبيعيه. برضو رغبة أي إنسان في إنه يتقدم، اللي هي ممكن نشوفها من خلال learning and acquire new experience. برضو البروجرس بيخدم learning and acquire new experience. أنت لما تقول إن أنت لما هتيجي تحضر معايا الكورس ده أو لما تيجي تتعلم المهارات دي هتفيدك في إيه؟ هتفيدك تبقى أحسن في إيه؟ هتتقدم في شغلك، هتتقدم في قدراتك على إن أنت تنفذ الحاجات اللي المفروض تعملها في حياتك وما إلى ذلك، يبقى ده موتيفيتور. التشالنج برضو بالتشالنج لما بقدم حاجة لحد سهلة قوي لما عبيطة، لكن لما تبتدي في كل خطوة من الحاجات اللي بتطلبها من اللي قدامك أو الحاجات اللي تدرسها للي قدامك تبتدي تحط له فيها شيء من التحدي، تبين له ان هو ما كانش عارفها قبل كده، تبين له ان هو عشان يعمل الحاجه دي هتبقى صعبه، جرب بقى كده وريها تعرف تعملها ولا لا، وما الى ذلك. التشالنج بيعمل موتيفيشن. ليه؟ لانه بيخدم acquiring new experience، وممكن كمان يخدم feeling important leaving a legacy. البيلونجينج، الإحساس بالانتماء للكلاس، للمجموعة، لفئة من الناس، لما أنت هتتعلم ده هتبقى جزء من التيم اللي بيقدر يعمل ده وده وده، ده برضو السنس اوف بيلونجينج بيخدمه، loving and be loved، إن أنت تبقى منتمي لمجموعة. learning في حد ذاته motivator، مش محتاج طبعا أقول لكم دلوقتي هو أنهي واحد من الأربعة. learning is a motivator زي ما قلنا من شوية. الاوتونومي، الاوتونومي ان انت تدي الانسان اللي قدامك حرية اتخاذ القرار في حاجات مختلفة. الاوتونومي ممكن نتكلم عليه كتير، بس قد ايه الاوتونومي ساحر هو ده اللي يهمنا، ان انت كل ما تدي للي قدامك فرصة ان هو اللي ياخد قرار تعمل دي ولا دي. طيب اختار لك حاجة من الثلاثة دول، عندك بروجكت، مجموعة البروجكتس اهي، تختار من دول. لو عندك فكرة جديدة هتهالي وتعالى نتناقش فيها. طب تحب تشتغل مع انهي تيم؟ تحب تقدم البروجكت في الاول ولا في الاخر؟ ولا تحب تشتغل على البروجكت في الوقت الفلاني او مش الوقت الفلاني؟ وما كل ده في الاوتونومي ممكن تديه للمتدرب بتاعك، ممكن تديه للطالب بتاعك، يقوم الموتيفيشن بتاع المتدرب او الطالب يبقى اعلى. برضو لما بتحسسه ان هو بيكتسب قدرات اكتر، ان الكومبيتنس، القدرات، نقط القوه بتاعته اتحسنت ولا لا، مش بس كده، طيب ده انت عندك نقطه قوه تعال نستعملها، انت متميز اوريدي هنا، بتلعب على غروره، انت متميز اوريدي هنا، خليك انت في الحته دي انت احسن واحد يعملها، ده يخليه موتيفيتد ان هو يشتغل اكتر. البيربس، الاهداف الكبيره، قد ايه انت بتخدم نفسك، بتخدم اهلك، بتخدم البشريه، قد ايه انت كده ربنا هيرضى عنك، قد ايه انت كده هتسيب علامه في التاريخ، قد ايه انت كده تقدر توصل لان انت تعمل اللي محدش عمله قبل كده. فكره ان يبقى في هدف كبير، احنا هنا موجودين في الكورس ده ليه؟ احنا موجودين في الكورس ده علشان نخدم الناس، عشان نخلي الناس يبقوا احسن، عشان نخلي الناس اللي هيجوا يتعلموا مننا يتعلموا على مستوى اعلى ويتعلموا بشكل احسن ويفتكرونا بذكرى كويسه. كل ده بيربس، حاجه كبيره لما بتحطها كموتيفيتور الناس بيزيد حماسها ويزيد رغبتها في ان هي تتعلم. هنقف هنا في القوانين اللي قالها، عند القوانين اللي قالها ريتشارد داني، ونرجع الفيديو الجاي ان شاء الله نتكلم مع بعض عن حاجة مش جديدة لكن في ناس كتير ما سمعتش عنها، وهي يعني بتتكلم على
الموتيفيشن ان ذا مودرن ورك بليس، يا ترى الموتيفيشن محتاجين نعمل فيه؟ وهنلاقي ان الدراسات الحديثه وصلتنا لحاجات من اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي في النيدز بتاعه الانسان، فارجو ان احنا نهتم بيها، والحقيقه هتبقى من ريفرنس جميل جدا هقول لكم عليه ان شاء الله في الفيديو الجاي. انا الحقيقه اتعلمت منه كتير قوي، مش بس في عمليه التدريس وانما في حياتي العامه وفي التعامل مع الناس. فارجو ان تكونوا معانا ان شاء الله في الفيديو الجاي عشان نكمل اخر حتى من how to motivate your trainees and students.